ضحايا تغير المناخ، من يدفع الثمن؟ لم تعد الحروب وحدها التي تهدد العالم، موجات الجفاف والمجاعات، حرائق الغابات، الفيضانات، الأعاصير تحدث في العالم الآن بوتيرة أسرع وضحاياها بالملايين، والسبب تغير المناخ. مع الدكتورة هالة أبو علي، أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس معهد التخطيط القومي. المرأة هي أكثر ضعفاً والأكثر تضرراً بالتغيرات المناخية. ماذا تنتظري من مؤتمر المناخ الحالي؟ أرجو المجتمع الدولي ينفذ التعهدات اللي تعهد بها في السابق. نحتاج إلى فكرة نشر الوعي، لازم المقررات يكون فيها ده، إشراك المجتمع المدني. في حديثنا من مصر اليوم نسأل عن ضحايا التغير الهائل في المناخ، نسأل عن هؤلاء الذين يدفعون ثمن ما ارتكبه الآخرون بحق الأرض والزرع والهواء. شرم الشيخ، قمة إنقاذ الأرض، حوار جديد في حديث العرب من مصر، الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.